يواجه فريق مواليد الجزائر فريق الشباب قسنطينة في الجولة السابعة عشر من الدوري الجزائري لكي تشاهد معنا المباراة ما مع عليك التطبيق سرعيك وشترى وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراة ملعب استاد 5 جويلي 1962 توقيت المباراة سوف يكون في الساعة السادسة مساء بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس والساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينيت وسوف تلقى المباراة على قناة الجزائرية السادسة الناقل الحصري والبث المباشر لهذه المباراة القوية اليوم تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة وتفعيل خاصية يتزعزع لكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونراكم مواعيد في موعد قادم